أنا سارة جمع الريسي، أنا أحد الناس المتبرعين بالأعضاء Living Donors. رب العالمين تفضل علي واختارني أني قدرت أتبرع بكليتي لأبوي الحمد لله، فكان عايش بكلية واحدة. تفاجأت أن الدكتور قال خلاص أبوكم واصل مرحلة أن ما عنده غير حلين، إما غسيل أو زراعة كلى. جينا عند دكتور هناك في أبو ظبي وخذينا فحوصات وكل شيء، وقالت أن البنت أنا بتبرع، وكنت وكلنا على الله وعملنا العملية والحمد لله. يعني العملية أنا بالنسبة لي كانت عبارة عن إبرة البنج اللي انحطت، That's it. نمت قمت اللهم لك الحمد. يعني العملية ثاني يوم على طول قمت مشيت، رحت شفت أبوي في العناية. العملية أسهل من ما إحنا متصورين وايد. الدور الأكبر بكل أمانة كان من نصيب قسم شعبة تنسيق زراعة الأعضاء. كل الطاقم كانوا جدا رائعين، جدا متعاونين، وايد يهونون. من ناحية حياتي أو اللايف ستايل، أو إذا في شيء تغير في حياتي، إذا بذكر شيء واحد تغير في حياتي هو أني أنا بعد العملية لازم في اليوم أشرب 3 لتر ماء. والله العظيم يعني من يوم العملية لين هاللحظة أنا مش محصلة التعبير اللي يعبر عن شعوري. أذكر أول ما قمت من البنج مشاعر في حياتي ما حسيتها، شعور فرحة على راحة، على كأنه حد صاب ماي بارد في قلبي. فأنا أساساً بعد العملية عندي هالرسالة في الحياة، أني لازم أساعد في نشر وعي ثقافة التبرع بالأعضاء، أن الموضوع للمتبرع يعتبر جداً سهل. الموضوع أبداً مش في التصور اللي إحنا حاطينه في بالنا. العملية تقريباً للمتبرع تصير بمنظار، أو حتى لو كان في فتح أو جراحة، السكار أو الجرح لا يذكر، يعني تقريباً 4 أو 5 سنتي. والحمد لله، الحمد لله يا رب على التيسير، والحمد لله على النعمة أن إحنا سوينا العملية وتكللت بالنجاح، اللهم لك الحمد. ده أقول لها شكرا، ما قصرت، في شعوري ما يتوصل.